كنت مسافر وما انت شايف هتدخل امريكا ولا لا؟ وقال لي شايف الخط الاحمر ده امشي معاه. اشمعنى انا يا عم كل الناس داخله يمين اخضر؟ اشمعنى انا يعني اشمعنى انا ما كل الناس مشيت اهي انتظر هنا لما نرد عليك. قعدت 3 ساعات. بس هي الفكرة في ايه؟ في ظروف انتوا ما تعرفوهاش. ايه ده هو ده مستوى ورداني دلوقتي؟ لا يا مان هو في بقولك ايه؟ في قدامنا يتصيب يتخيب. في ناس ما بتاخدش ريسك. وده اللي بيفضل في السيف سايد ماشي جنب الحيط وبيفضل جنب الحيط شوية. ايوة مديد. وفي ناس بتاخد الريسك بتنط دايف. المهم قلت له خلاص نتوكل على الله. ونسافر على شيكاغو. قال لي خلاص احجز ولا يهمك. بعت لي صور النهارده وبعت له صور. قال لي انت يعني في سنه بس ممكن تيجي في الخمس ايام دول هنحاول. المهم خدت ضغط الطياره خدت القرار دخل الميه ولا خدت القرار هنسافر. حجزت. بص اول حجز اصلا بعد ما حجزت ودفعت الفلوس والتيكت غالي كان على الطيران البريطاني. قالوا لي ناس كلمتني وقالت لي قوانين السفر دلوقتي اللي مسافر سياحه لازم دايركت ما ينفعش ترانزيت. يعني ايه؟ انا قال لي هتنزل بريطانيا ومش هتروح امريكا. اعمل ايه؟ قال لك رجع التذكره واحجز مباشر. فالحجز مباشر ما كانش فيه قدامي غير واشنطن ونيويورك. نيويورك بعد الميزان اول طياره بعد الميزان. احنا كنا يوم 13 ده الروك يعني الميزان 15 وانا هنا في مصر يوم 13. يعني انت بتجري واصلا قاطع حاجات كتير. نيويورك توصل بعد الميزان. واشنطن توصل واشنطن يوم 14 بالليل اللي هو تنام وتصحى الصبح توزن. فلا انت مش في واشنطن انت هتنزل تحجز طياره من واشنطن وتجي تاني لا كانت في شيكاغو البطوله. لا استنى كانت في اسمها ايه والله نسيت. مش في شيكاغو كنا نقلنا عشان الكورونا. يعني بطوله شيكاغو نقلوها في حته ثانيه. شيكاغو اسمها ايه هفتكر لك اسمها. المهم رحت وكانت اول قلت بالمره لان كنت خدت الفيزا بقى طبعا بعد قصه ده قصه تانية اصلا. بعد قصه محكمه وحبس لازم تسمع القصه دي. قصه محكمه وحبس وحاجات كده. المهم قشطه يعني عانيت وصرفت فلوس كتير تعب برضه. الفيزا بس انا صرف عليها حوالي 10,000 دولار عشان ترجع تاني. المهم دخلت اول ما دخلت واشنطن وصلت يوم 14 بالليل. فالراجل عمال يختم الجوازات كده وايه والناس كلها اللي قدامي في الطابور تمشي. فدخلت عليه قال لي راجل محترم يعني بتاع الجوازات ويلكم مش عارف ايه انت بتاكل ايه. وقلت له فش وكلام كده. يعني انا الانجليزي مش قوي قوي يعني مش 100% بس اقدر افهمك وتفهمني. ف لقيته قام جاي فاتح صندوق حط الجواز فيه ولزق الصندوق وقال لي شايف الخط الاحمر ده امشي معاه. قلت بس كده همشي معاه هيقولوا لي اركب الطياره وارجع تاني. احمر يعني هيودي فين؟ والله زي ما بقول لك كده. اشمعنى انا يا عم كل الناس داخله يمين اخضر؟ اشمعنى انا يعني اشمعنى انا ما كل الناس مشيت اهي فعشان المشكله اللي قبل كده. فمشيت مع الخط لقيت الجوازات الرئيسيه بيوديك عند الجوازات الرئيسيه. خد البتاعه وقال لي اقعد بقى ايه انتظر هنا لما نرد عليك. قعدت 3 ساعات انا مسافر لان انا عارف ان في مشكله قبل كده. والله شورت وتيشيرت وشبشب حتى ما مش لابس كويس عشان اللي عايز يفتش يفتش معيش حاجه. ابي وراح من غير هدوم بيقول هجيب هدوم من هناك. ما جبتش هدوم ما خدتش والله ما خدت هدوم. لا اصل تطلع ماركه هدوم ممنوعه ولا حاجه. ايوه بالظبط. واخد شنطه صيني النايك ده صيني يا اسطى مش هيجي معايا. واخد شنطه فيها اكل. حلو الشنطه اللي فيها اكل حطيتها جنبي وقعدت. لا حطيتها جنبي وقعدت. المهم 3 ساعات بعتوا جابوا ظابط نده عليا بقى 3 ساعات بتاع. قال لي انت جاي ليه؟ قلت له عندي بطوله وكده كده كده. قال لي طب ايه اللي حصل قبل كده؟ انت جيت امريكا كم مره قبل كده؟ قلت له 4 مرات. قال لي لا 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 اخر مره ايه اللي حصل؟ كلها 3 دول. قلت له حصل كده 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 وكان ده علاج ليا والراجل فاهم غلط وعمل لي قصه يعني. فقال لي ايه طب ارجع السباح تاني. رجعت قعدت تاني نص ساعه لقيت واحده تاني ظابط برضه نادت عليا قالت لي ايه اللي حصل؟ حكيت لها الموضوع تاني شويه وايه وقعدت قلت بس ايه هم هيقولوا لي خد الجواز وامشي مش عايزينك. لان اصلا لما ادوني الفيزا قالوا من حق الجوازات في بلد الوصول ان ترجعك تاني بدون اي اسباب. فقلت هم هيرجعوني بدون اي اسباب اللي هو انا مسافر فاهم اللي هو ايه يعني خلاص. فلقيت واحد تاني جه لقيته بيقول لي انت فين الشنط بتاعتك؟ قلت له ما عنديش شنط. ما جبتش حاجه المره دي. قال لي امال الشنطه الكيس ده فيه ايه؟ لا ممنوع ولا غير ممنوع. قال لي الكيس ده فيه ايه؟ قلت له فيه اكل. قال لي ايه الاكل؟ قلت له فراخ وسمك. قال لي فراخ ممنوعه.
قلت له يوميها قلت له يوميها خلاص. فقلت لو هم هيرجعوني كانوا سابوني ارجع بالاكل، قلت بس يبقى كده في امل للدخول يعني. فرمى فعلا الفراخ واتفضل وجبه سمك واحده خدتها، لقيته بيقول لي ايه جود لاك ان يور شو. قلت له يعني امشي؟ قال لي اه خلاص. طب الفراخ خدت كان تقريبا منعينها الاكل عشان الفراخ بالذات عشان الكورونا. فخدت وجبه السمك ورحت بقى حجزت من المطار تاني لايه؟ للبلد اللي فيها البطوله. وصلت يوم الميزان الصبح، رحت على الفندق اللي انا حاجزه. بتاكل ايه؟ طب انت معكش غير وجبه واحده. ما انا هقول لك، انا اكلت الوجبه دي وخلاص لحد ما وصلت على الفندق طلبت اكل وكلت. كلمت كان في ايامها يوميها محمد الامام بطل مصر اللي هو عايش في روسيا اللي بيلعب في لوزن تيل، كان وصل قال لي طب ايه تعال انا في جنبك على طول ناكل وجبه ونطلع على الميزان. ووصلت على الفندق عنده كلنا وجبه مع بعض ورحنا الميزان. المهم وزنت، الدليل ان انا مش جاهز، وزنت تقريبا 96 بالظبط. انت عمرك ما لعبت الوزن؟ ما لعبتش، انا ببقى 94. لا يعني اخر ماتش كنت جاهز او 94 اللي هو ما تلعبش. فوزنت 96 او 95 وكسر. فوزنت وبعد ما وزنت انا في دماغي بقى ايه، مش الاول انا كده كده عارف ان انا عايز نقط عايز نقطه اتنين بس واتاهل. رجعت معاه البتاع هو الترتيب ان البطوله او اللي انا فهمته من الجدول بتاع البطوله ان الميزان يوم 15 ويوم 16 واللي هو هيلعبه يوم 17 والمحترفين. محمد شعبان بعد الميزان قال لي تعالى اقعد معايا، انا قاعد لوحدي واخد شقه وفيها مطبخ وفيها كل حاجه. وقلت له يلا محمد، رحت مع محمد. لقيت مرات محمد بالليل، لان محمد كان هيلعب في الوزن تقيل، بتقول لي خلي بالك انت هتلعب بكره. تخيل انت بقى بالليل في دماغك انك هتحمل النهارده وبكره ويوم 16 ده كله ويوم 17 هتلعب. فقالت لي لا انت هتلعب بكره الساعه 10 الصبح اصلا. التقيل هو اللي هيلعب يوم 17. قلت لها نعم. قالت لي فكلمت عبد الله قلت له اللعب بكره، يعني اللعب بكره مش. فقمت جاي واكل وجبه بس بالليل قبل ما انام اللي هي كانت لحمه. وبعدين طبعا جسمي كله كان مليان شعر، فالمفروض اصلا من الحاجات اللي تخسرك اصلا دي لوحدها ان حلقه الشعر لازم قبل البطوله، ودي من المعلومات انك تحلق قبلها بثلاث ايام عشان الوتر والتنشن. ف قلت لمحمد بقول لك ايه انا هظبط من قدام وانت ايه الشعر اللي في ظهري شيلوه بالمكنه كده وشيلوه كهربا بقى. شايلين الشعب محمد شعبان حضر الكلام ده يمكن الساعة 2-3 بالليل قبل البطولة اللي هو هلعب الصبح. روحت الصبح لعبت واللي حصل حصل بقى، الناس عارفة الباقي. فكل مقومات يعني كانت بتقول ان انا حصل يعني فوت وجبات وعادي سافر 300 والله ساعة. ما كانتش اصلا رايح بشورت وفانيلا ولو هو عايز اخد نقطتين يعني دي كانت الخطة اصلا. لا الخطة قرر يسافر ماتش قبلها باسبوع او خمس ايام. الموضوع اصلا كمان يعني اللي هو ايه، كنت مسافر وما انتش عارف هتدخل امريكا ولا لا، يعني انت مسافر ومش عارف ممكن يرجعوك. فاللي هو اصلا مش واخد يعني كنت مش واخد 20 وجبه ولا بتاع ده، هم 3 4 وجبات وهم 3 منهم اتفضل لي 2. قلت له طب كنت اقول لي ده انا غلبت البنت في الطياره وقعدت اقول لها لازم تحطهم لي في الثلاجه بتاعه الطياره، تقول لي لا ده احنا ناخد وجبتين بس. ما قلت لها لا لازم كلهم يعني بامي الاكل متجمد يعني. وادي قصص من قصص ورداني. لو عايزين ورداني تاني قولوا لي. اللي عايز ورداني تاني اسئله بقى، اسئله اسئله اسئله. ورداني الفتره دي في مصر وممكن ان شاء الله نحاول نصور معاه تاني. انا كسموي وكفان لورداني وفان لبادي بيلدينج بحب القصص دي، بحبها، بحب القصص الصعبه والمشاكل اللي واجهها وكده. انا خدت اللي انا عايزه، انتوا شوفوا انتوا عايزين ايه. لو عايزين اسئله تكنيكال يعني ورداني بتلعب ازاي، بتتمرن ازاي، بتسحب ميه ازاي، بتتمرن بتعمل ايه يعني، عايزين نعرف ورداني انت ازاي بتنشف كده، ازاي بتحافظ، ازاي بتعمل عضلات جديده ولسه ميزانك في نفس 212، ايه اهدافك وهكذا، كل ده في الاسئله تحت. وان شاء الله ورداني ممكن تشرفنا تاني نبقى نعمل انترفيو تاني طبعا. وعايزين نتصور معاك تصوير تمرين، عايزين نشوف ورداني بيتمرن ازاي برضو. ان شاء الله الحلقه الجايه واحنا نصور واحنا بنتمرن ان شاء الله. شكرا ورداني حبيب. لو تحب تشكر الناس كلمتين. شكرا لكل الناس اللي تابعونا ومعلش طولنا عليكم في الكلام، ولا انا اختصرت على قد ما اقدر والله، بس هي القصص كتير والعواقب كتير والاصابات كتير، مش انا لوحدي، ابطال مصر كلهم، عشان محدش يقول ان انا مثلا بقول ان انا عانيت. لا كل الناس عانت وكل بطل عانى. البطل زي ما قلت في بداية الحلقة، البطل هو اللي بيتخطى الحاجات دي.
جيلي كان فيه ابطال كتير قوي وما كملوش. صحيح. كانوا احسن مني جسما وكانوا ما كملوش بسبب ان هم استسلموا. صحيح. في الوقت الحالي انا بشوف ناس كتير حلوه قوي تتكلم معاها تقول لك اصل الظروف، اصل ما فيش سبونسر، احنا ما فيش سبونسر، ما فيش، كنت بتطلع تشتغل ب 20 جنيه، تصرف ال 20 جنيه، تشتغل ب 50 بتصرف ال 50، ب 100 تصرف ال 100. فموضوع سبونسر ده يعني لو على ايامنا كنت كان زماني بطل العالم 30 سنه مثلا ولا حاجه. شكرا ورداني، انا مبسوط شخصيا ان انت معايا، وإن شاء الله في مزيد من الحلقات قادمة مع وردان إن شاء الله، ونوعدكم إن شاء الله بمستويات كتير حلوة. يعني أنا كل ماتش حتى اللي بخسر منه بتعلم منه، وأنا عندي كتير. أنا لو يعني السنة دي مستنين إيه من وردان؟ إيه هدفك السنة دي؟ هدفي زي كل سنة أولمبي. هدفي نلعب أولمبيا بس أكسب 2-2. عايز أكسب، مش عايز تتأهل بدري شوية ولا تتأهل قبل ماتش عادي؟ مش في دماغي أنا لسه، حطتش الخط. أنا عامل موضوع جديد السنة دي، أنا حاليا مريح مش شادد، ما موقف كل شيء، فأنا حاطط خطة في دماغي إن أنا أكون جاهز قبل البطولة بست أسابيع، زي ما بقيت. يعني أنا لما تيجي تدرس الناس اللي هي بتكسب اللي بتكسب، بص هتلاقيه مثلا حاطط مستواه زي ما لعب في البطولة قبلها بشهرين، وبيقول لك 8 ويكس مثلا او 6 ويكس بيفور. فاللي هو بيبقى ناشف قبل البطولة بفترة كبيرة، وبيبدأ في الفترة دي يعدل في نقطة الضعف. احنا مشكلتنا كلنا لحد الان في مصر ان انت بتحط تارجت جاهز في شهر ونص، ده التحضير شهر ونص. ما انا بقول لك اللي هو انت عايز تبقى جاهز وقت هو يبدأ. ماشيين على حاجة اسمها زي الجيش، ماشيين اللي هو ايه، نقطة الصفر، اللي هو التنك ماشي. يوم البطولة هبقى جاهز، ممكن قبلها بيوم لا، انا اكتشفت ان ده مش صح، كن قبلها بفترة جاهز، ممكن تجوع شوية تاكل، ممكن تتسحل في وجبتين فتقدر تعوض ده في يوم تاني، بيبقى عندك وقت حلو ان انت تعمل جديد. فدي الخطة اللي انا همشي على السنة دي، وان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هنتابع احنا الخطة دي، وان شاء الله هنتابع اي بطولة هيلعبها، وهنشجع ورداني كلنا عشان هو كشخص مجتهد ومحترم جدا، وكشخص كبني ادم يستاهل الدعم. اما كبطل كده كده مفيش حد يستاهل الدعم غير ورداني كده كده، بطل مفهوم. كان معاك وسام سموي والورد كله. Thank you very much. We're out.